مساء السعادة والحب وكل الأشياء الزينة والإيجابية والحلوة. حلقة جديدة من برنامجكم سوشيال كلينك، مشتاقة لكم هواية. شكرا جزيلا على كل الرسائل والأشياء الحلوة اللي وصلتني، شكرا جزيلا على كل الكلمات اللي تدعمني وتخليني أقوى، سواء وصلتني عن طريق الواتساب أو وصلت عن طريق أكاونتي الخاص اللي هو ذدوه. طبعا أنا بانتظار أكون أقرب إلى تفاصيلكم أكثر، فاللي عنده وأنوه للمرة الألف، اللي عنده مشكلة أو عنده فد موضوع حابني أطرحه أو أناقشه، لا تترددون أن تدزولي. حبايب قلبي، أقف المشكلة مو بس أنا أعاني من عدها، أكيد كل إنسان يعاني من عدها أو أغلبية البشر يعانون من عدها. مشكلة الحكم على الناس بس من خلال مظاهرهم، متجاهلين تماما جوهرهم، متجاهلين تماما دواخلهم. أنا ما أعرف إذا تحسون بهذا الشيء أو لا، بس بعض الكلمات توصلني أنا عن طريق الشاشة تكون كلكمات من كثر ما هي قوية وجارحة وتأذيني نفسيا. أكيد أكو هواي ناس ينجرحون لما الآخرين يحكمون عليهم بس من خلال مظاهرهم دون اللجوء إلى نظرهم، ما يشوفون شنو اللي داخلهم. الجرح يجي على هيئة أشكال وأشكال، وبعض الأحيان الكلمات الجارحة اللي توصل من الآخرين والحكم الخاطئ اللي يجينا من البعض يكون جارح للغاية، ما نقدر أبدا نتجاوزه أو حتى نطنشه. اتعرف على الناس، كون قريب من عندهم، اقرأ دواخلهم، وبعدين اصدر حكمك. لا تظلمهم، لا تقولهم كلام جارح وأنت ما مقابلهم بحياتك ولا مرة ولا حتى شايفهم. كل الناس اللي بتواصل الاجتماعي وحتى الناس العاديين اللي عندهم أكاونتات يمكن يواجهون هذه المشكلة، الناس يطبون يكتبونهم كلمات كلش جارحة وهم ما يعرفون شنو أصلهم وشنو دواخلهم وشنو اللي بنفسهم. أنا من الناس اللي كلش أضوج وأنجرح وصدق أزعج لما توصل كلمات تأذيني نفسيا من ناس أنا صدق ما أعرف من عندهم إلا أسمائهم. اتعرف عليا، اتقرب مني، عاشرني، صادقني، كون يمي، وبعد ذلك أنا راح أتقبل أي حكم يصدر عليا من قبلك. لهنا نكون وصلنا إلى نهاية همسة اليوم. طبعا من خلف الشاشة مصطفى هميمي، وأنا هنا أضحى الحيالي. أتمنى تكون حلقتنا لليوم عجبتكم. حبايب قلبي، كل كومنتاتكم وكل آراءكم ومشاكلكم راح أستقبلها عن طريق الواتساب أو عن طريق الأكاونت اللي راح يظهر جوه. إن شاء الله يا رب تكون الحلقة خفيفة على دمكم وعجبتكم. أشوفكم وألقاكم بخير، مودتي.